دائما للترنيمة السريانية خصوصية، ودائما بتكون هي إضافة خاصة بأي زمن مقدس عم نعيشه. لهيك اليوم رح نحكي عن إطلاق سيدي جديد لترانيم سريانية عن الآلام، مع نيافة الحبر الجليل المطران مارسيوريوس روجيه أخرس النائب البطريركي للدراسات السريانية. بارخ مور سيدنا. اللهم بارك وبارك رمشو. بريخ رمشو سيدنا. وأكيد كمان بدي رحب بضيفنا الأستاذ عبود زينو، حضرتك موسيقي وشماس، أهلا وسهلا فيك. أهلا فيك. يعني اليوم بالفعل رح نحكي عن سيدي جديد بضم مجموعة من الترانيم السريانية المرتبطة بزمن وطقس الآلام المقدس، واليوم أعدتوا تجديده سيدنا وأضفتوا له كمان هيك إحساسكم ومحبتكم وهيدي الروح اللي دائما تعودنا عليها من نيافتك سيدنا. فإذا ممكن هيك تخبرنا أكثر عن هالسيدي، هو الرابع مع الأستاذ زينو طبعا، يعني اليوم عم بتعيدوا إحياء الترنيمة السريانية برؤية جديدة، خلينا نقول بفكرة جديدة، فشو بتخبرنا عليه عن موضوعه؟ مين اللي دعمه لهالمشروع؟ نعم، مساء الخير لكل مشاهدي سبورة تي في ولك كرم. السيدي الحاشو هو الرابع لنا بالعمل يلي عم نعمله مع مؤسسة ملثوت حاية من السويد يلي مديرة أبونا صامويل. هذا السيدي الرابع بيجي بعد سيديات عملناهم عن تشمشتو سميناه الأول، اللي هو فيه نمط عن الصلوات السريانية من خدمة العذراء لخدمة القديسين للإكليل. أخذنا النموذج الصلاة السريانة وعملناه بثمان ألحان، لأنه الموسيقى السريانية معروفة بالألحان الثمانية، فعملناهم بأول سيدي كنموذج لثمان صلوات سريانية. بالسيدي الثاني اشتغلنا سوتورو، اشتغلنا صلوات النوم، أخذنا من الإشحيم كمان الأسبوع كامل، وأخذنا صلوات الستار اللي بنسميها، وحطيناهم بشكل إنه المؤمن بيقدر يستعمل هذا السيدي ليتعلم الصلوات، يعني كان له هدف تعليمي، ويسمع ويقدر يصلي كمان، يعني يوم بيوم بموسيقى يعني معمولة بشكل محترف. خلينا نقول السيدي الثالث اللي عملناه كان قيومته عن القيامة، كان في يعني نقص عنا بتسجيلات عن موضوع القيامة، مع أنه فعلا الصلوات فيها كتير من الأبيات عن القيامة والصلوات، ولكن ما كان في شيء مسجل بطريقة محترفة، كان مسجلين عن الصوم يمكن أو غير مناسبات الميلاد، بس القيامة كان في نقص، فكان مشروعنا القيامة. بعد القيامة رجعنا شوي لورا، هلأ السيدي الرابع يلي طلعناه هلأ بال2022 عن الآلام. الآلام أخذنا من بداية الأسبوع من طقس الوعد دالمينو يلي الوصول للمينا ومع العذارة إلى سبت النور، مع أخذنا ترتيلة لسبت النور اللي هي حوار اللص والكروب من سوجيثو كمان معروف لسبت النور. فحبينا أنه هالسيدي الأخير اللي عملناه الرابع يكون متمم للأزمنة اللي عم نشتغلها زمن بعد زمن. بعد الأيام عملنا الألام، وإن شاء الله لقدام يعني نرجع إن شاء للصوم الله ونرجع سيدنا، للميلاد. إن شاء الله سيدنا. يعني بالفعل هذا الشيء بيحتاج لجهد، لوقت، لتحضير. فكمان بنحب نعرف اليوم هو من كم ترنيمة مؤلف، شو هي الترانيم الموجودة، كمان نحكي عن دور نيافتكم بإنجاز هذا العمل. نعم، بالنسبة لدوري بهالسيدي هو عادة اختيار الأبيات اللي بدها تترتل، عادة بنقيهم بحسب المواضيع، الكلمات يعني تكون اشياء فيها معاني بتلمس القلب عميقة. يعني في مرات بالصلوات عندنا أبيات بتوصف الحدث بشكل مباشر بدون ما تتأمل فيه، وفي أبيات فيها تأمل برموز الحدث، فبجرب مرات نقي الأبيات اللي فيها تأمل لما نترجمها وتكون موجودة بين إيدين المؤمنين يشوفوا فيها كمان معاني هيك للتأمل حلوة. فنقينا أبيات هيك مختارة من الفنقيث ككتاب، يعني الفنقيث اللي هو كتاب الصلوات تبع أسبوع الآلام يلي مصليه الصبح والمساء، ومن كتاب الرتب يلي هو كتاب المعد عدونه يلي فيه غسل الأرجل ولا سجدة الصليب، يعني الرتب الخاصة بهذا الأسبوع. فالأبيات يعني مختارة من هالكتابين، الفنقيث والمعد عدونه. مثل ما قلنا إنه لكل يوم تقريبا جربنا نحط يعني مختارات، بالوصول للمينا بالبداية مع
مثل العزارة حطينا ترتيلتين مع بطرس يلي عم يقرأ على الباب على الهوتر عباروية، بعدين حطينا الثالث كان لأيام الألام يلي متأمل فيه مثلا بصور مثل ذبيحة إسحاق وذبيحة المسيح. المسيح هو الطبيب الشافي وكيف هو بدل شفاءاته، اليهود بادلوه بالصلب وبالتعذيب، يعني بدل الإحسانات هالأمور. يعني باللي بعدهم التراكات اللي بعدهم اشتغلنا على خميس الفصح، يعني كقداس خميس الفصح والتأمل بعشر رب، بعدين على غسل الأرجل كمان عندنا ترتيلتين أو تراكين بقلب السدي، وبعدين نجي لجمعة الصلابوط عندنا من معاد عدونه يعني الأبيات المنقولة بجمعة الصلابوط، بعدين سجدة الصليب مع السوغ دينان يلي مشهورة كتير بالنسبة للناس بيعرفوا الطقس السرياني وزياح الصليب، وانهينا بسبت النور بهذا الحوار بين اللص والكروب. يعني عم نشوف سيدنا انه هو عم بياخذ المؤمن اليوم برحله خلال هيدا الاسبوع، خلينا نقولها بجميع الطقوس بجميع المراحل اللي عاشها اليوم الرب يسوع المسيح له كل المجد. ولكن اليوم انت بشكل شخصي خلينا نقول شو الهدف يلي اردتوا يافتكم، واكيد كمان جهود كل الفريق اللي اشتغل فيه توصلوه للناس، يعني شو الهدف يلي اردتوا توصلوه للمؤمن؟ نحن الهدف تبعنا أكيد نعيش المؤمن هالطقوس وهالألحان بجمالية احترافية، يعني ما يميز العمل اليوم اللي عملناه اللي هو السيد الرابع بهالمجموعة اللي بحب فرجيها كمان ولو أكيد على تفضل. السريع. يعني هذا السيد الرابع اللي عملناه الحاشو واللي قبلهم كانوا التشمشتو اللي حكينا عنه والسوتورو تبع صلوات النوم وقيومته. اللي بيميز كل هالاعمال الاربعه هي الاحترافيه اللي عم نشتغل فيها هالطقوس. يعني في تسجيلات كثير عم تنعمل وبعده عم ينعمل لهلا، انعمل قبل وبعده عم ينعمل، ولكن مرات في ناس يعني بتقدم بالشيء اللي بين ايديها، بس نحن العمل اللي عم نقدر نشتغل فيه عم نشتغل مع اهم الموسيقيين، مع اهم الموزعين عندنا، يعني استاذ مثل الاستاذ عبود نحن محظوظين انه عم يشتغل كل هالشغل يلي بقوله على الهوا وبشكره عليه، كل شغله بيقدمه مجانا، يعني عم يشتغل كل هالسديات من وقته ومن طاقته عم بيقدم كل هالشغل، ومع اصوات يعني مثل يعني المرنمه المحترفه كارلا راميا يلي كمان نشكرها على يعني تعبها معنا بهيدا السدي، واكيد صوت ابونا صامويل يلي فيه حنيه الصوت السرياني الاصيل. فالشيء اللي بيميز الاعمال هيدا هو هالاحترافيه اللي عم نشتغل فيها، المؤمن لما يسمع هالموسيقى فعلا يحس بتقل اللحن السرياني وجماليته ورونقه يلي مرات بيضيع شوي بالعجله بالطقوس يلي بنعملها بالكنيسه شوي، يمكن صح يعني الوقت بيتاكل بياخذ حقه، الانسان بيتاكل حقه، تمام خلينا نقول بهذه السديات بينعطى حقه. تماما. يعني كمان طولت شوي على الاستاذ عبود لحتى نحكي شوي عن، بدي اعزبك سيدنا اذا ممكن تعطيني اياه لحتى للحاشو نفرجيه للكاميرا كمان. طبعا هيدا هو الكفر مثل ما عم نشوف مشاهدينا. يعني استاذ عبود نحن بهم يعني بهمنا نعرف كمان كيف تم توزيع هيدا المشروع، كيف انشغل عليه، يعني هيدا نحكي شوي كمان على الصعيد الموسيقي اذا ممكن تخبرنا كيف انشغل. تمام. أول شيء أنا بدي أوجه تحية لكم وللتلفزيون ومعايدة لكل الكنيسة السريانية على رأسها سيدنا البطرك سيدنا روجيه. مشروع السيدي أو الأربع سيديات اللي انشغلوا، يعني هو فعلا قبل ما يتسجل ونشوفه مثل ما عم نشوفه اليوم بيقطع بمراحل عمل طويلة، يعني يمكن مرات عم تاخد معنا السيدي يمكن عم ننشغل بينشغل فيه حوالي سنتين تقريبا مرات. أول مرحلة بنبلش فيها هي مرحلة التنويط، من بعد ما أنا أخذ التراتيل من سيدنا البروجي، يعني لما يحضره ككلام وكمقطوعات بنبلش مرحلة التنويط، وبس تتنوط المقطوعة بتصير يعني بتصير أهين علينا نعرف شو بدنا نطلع منها، شو بدنا نشتغل فيها لما نشوف النوتة بين إيدينا. بعد مرحلة التنويط بنقعد أنا وسيدنا بنروح على مرحلة تانية اللي هي التنقيح، المقارنة، التدقيق بالنوتات باللحن. هون فيني أقول لك أنه نحن اللحن اللي عم نجرب نعتمد عليه هو اللحن المتبع بالبطريركية بالإكليريكية كيف الرهبان بيقولوه، يعني بنسبة كتير كبيرة. بالإضافة كمان لنحن بزحلة كمان كيف بنقول هالألحان هيدي اللي هي قريبة كتير كمان من ألحان البطريركية، بس أكيد كمان بنفس الوقت بنكون عم نسمع
بغير مدارس او غير ابرشيات، كيف بيقولوا، كيف نمط اللحن عندهم، كيف بيقولون، وبنجرب نحن نلاقي صيغه نهائيه للحن بطريقه اكيد يعني تكون موسيقيه علميه، ما نطلع برات اللحن الاساسي كثير، ونحافظ على اللحن اللي هو بعد مرحله التنويط والتدقيق والهيدا ببلش مرحله جديده اللي هي التوزيع اللي سالت عنها. التوزيع هون اول شيء نحن بنبلش اول شيء نجرب نشوف شو هو ايقاع الجمله الموسيقيه. وهيدا الايقاع هو شغله كثير مهمه بموسيقتنا السريانيه اللي بيطول الحديث كثير بهيدا المجال، بس رح نجرب نحكي شوي بطريقه سريعه. بحب اقول انا انه الموسيقى السريانيه الكنسيه عندنا فيها جمل موسيقيه، جمل ايقاعيه بالتحديد، جميله جدا جدا جدا، ومش من السهل انه نقدر يعني بسهوله انه نقدر نكتشفها او نقدر نفهم شو هو الايقاع بالجمله. هيدا شغل كثير مهم لازم نحن نركز عليه. اذا بتلاحظوا بالسيديات، يعني انا بحب اقول انه في احد الموسيقيين عم يسمع، كنا عم نسمع انا وياه السيدي بعد ما خلص، عم بيقول لي عم بسمع ايقاعات الموشحات الشرقيه بهالسيدي هيدا. ففعلا بموسيقتنا في ايقاعات يعني معروفه، الموشحات هي اصعب نوعيه ايقاعات فيها. عم بيسمعها لهالايقاعات اللي هي بيسمعها بالموشحات بالعاده بيسمعها بالموسيقى السريانيه. فعلا موسيقتنا السريانيه غنيه كثير، هذا اللي عم نحاول نكتشفه فيها، هالايقاعات هيدي وهالمقامات كمان الجميله جدا. بعد دراسة الإيقاع بنروح على التزيين، هو التزيين بيكون بالآلات، بيكون شوي بالأداء، بيكون أكثر شيء بالكمانجات يعني الفايولنز. بيحاولوا هون بنكتب لهم بطريقة إنه يجملوا الجملة الموسيقية. بس كل هالشغل هيدا بيكون الهدف الأساسي من خلاله هو إنه نحن ما نمس بروحية اللحن. أهم شغلة لازم نركز عليها دايما هي الحفاظ على روحية اللحن. مثل ما قال سيدنا قبل شوي كتير عم ينشغل على صعيد الموسيقى السريانية وما زالوا عم يشتغلوا، بس أنا بحب أدعي الكل أنه رجاء نحافظ على روحية اللحن، روحية الموسيقى السريانية. يعني ما نجرب نعطي شغلات غريبة شوي عن تكون دخيلة، صحيح هيك بتوصل أكتر، بنعرف حقيقتها أكتر لهالألحان هيدي. بس بدي اضيف نقطه هون، نحن لاحظنا طبعا اي شخص بيسمع الالبوم بيكتشف انه في نفس جديد، في روح جديده، يعني حضرتك عم تقول انه حافظتوا على الجو الروحي للترنيمه، ولكن النفس اليوم الجديد او الرؤيه الجديده كمان كانت موجوده، اذا ممكن تخبرنا عنها شوي كمان. هي هيدي اذا بدك فينا نقول عنها جديده، بس هي مش جديده. مثل ما كنا عم نحكي قبل شوي، هي في امور كثير حلوه بالموسيقى السريانيه هي موجوده باساس اللحن. يعني كتار في عنا عم سمع السيدي، كنت لشماس سعيد جوزا بتمنى الرحمه لروحه، توفى من حوالي الاسبوع الله يرحمه. وهو معروف عنا بزحلي قديش حافظ للالحان وقديش قديش ضليع بهيدي الالحان، فهو عم يسمعها عم بيقول انه معقول هالموسيقى السريانيه فيها هالغنى ونحن عم نقولها من عشرات السنين. بقى هيدا دليل على انه موسيقتنا السريانيه فيها هالغنى. هيدا الشيء الجديد اللي عم تسمعوه منه جديد، هو محاولة إظهار الشغلات اللي ما كنا عم نشوفها. مظبوط 100%، منا موضوع الإيقاعات اللي الإيقاع بالجملة الموسيقية اللي حكينا عنه قبل شوي. فموسيقتنا فعلا هي كتير غنية، بس علينا نحن نعرف كيف نستنبط هالأسرار اللي موجودة فيها، نستخرجها ونظهرها هلأ عن جديد. بس هي فعلا موجودة. تماما. أنا رح أروح مع مشاهدينا أكيد معك أستاذ ومع نيافتكم كمان لحتى نستمع للترنيمة من ضمن الألبوم، ونتابع حوارنا مع نيافة الحبر الجليل المطرب مارسوريوس رجاء أخرس والأستاذ عبود زينو. منتابع الفيديو ومنتابع. شي فرقان من طايل طابيل تشمش دم وفراق.
طبعا استمعنا سيدنا لأحد الترانيم اللي موجودة بالألبوم، ولكن حضرتك أشرت لنقطة وأنا بحب أكد عليها لحتى نعرف اليوم الميزة اللي بيضيفها المرنم. حضرتك ذكرت المرنمين، فشو الإضافة اللي بيضيفوها اختيار المرنم اليوم؟ شو الميزة المرنمين لما بيشاركوا؟ شو أضافوا للعمل كمان إذا ممكن نركز عليهم شوي؟ نعم، نحن تعاوننا بهالسيديات مع المرنمة كارلا راميا، مع أبونا صمويل عيسى، وفي سيدي سوتورو تعاوننا كمان مع سلام جحا، المرنم سلام جحا. اللي بيميز أصواتهم هو دفء الصوت وانضباطه واحترامه للحن السرياني. يعني معروف عن المرنمة كارلا راميا بصوتها العريض يلي بيناسب اللحن السرياني، يلي هو متشبع خلينا نقول بغنى تراث اللحن السرياني المارونه، وهي هلا عم ترتل سرياني خلينا نقول ارثوذكسي. فالالحان طبعا قريبه من بعضها، هن اولاد العم هالالحان، وبصوتها اللي هيك الجهوري والعريض عطيت اللحن السرياني فعلا نكهه خاصه لما رتلته هي بصوتها. ابونا صامويل كمان عنده معروف يعني حنيه كثير بصوته، وبيقول بكثير بشجن، يعني كتار من اللي سمعوا السيدي الجديد الحاشو خصوصا ترتيلة على الهو طرعه قالوا لنا قديش انه حسوا بي يعني فعلا بيروح اسبوع الالام لما يسمعوا صوته عم يرتل هالترتيل السريانيه. فهالصوتين اللي اخترناهم، يعني استاذه كارلا راميا بغنى عن التعريف شاركت باهم البرامج الموسيقيه على التلفزيونات، وكانت مدربه اصوات لناس اليوم هن مطربين، وهي احيت يعني من اهم الحفلات ان كان بالقاهره ان كان بالمكتبة الوطنية بلبنان لما افتتحوها دعيوها لها. يعني من الأصوات المهذبة المنضبطة الجميلة ويلي فيها كثير من الروحانية. طبعا نوجه لها تحية كمان أكيد ولأبونا صموئيل كمان. سيدنا معروفين نيافتكم بالدقة بشغلكم، وكمان روحكم التبشيرية اللي موجودة عندكم دائما، هي نحن شهادتنا مجروحه بهيدا الشيء طبعا. ف يعني حضرتكم ما اكتفيتوا بانه تنزلوا الالبوم باللغه السريانيه مثل ما بنعرف، كمان عملتوا كتيب بترجم هيدي الاغاني لحتى توصل، او الترانيم عفوا، لحتى توصل لاكبر شريحه من الناس. شو اللغه اللي ترجمت لها، او شو اللغات؟ قد ايه اخذ وقت تحضير هيدا الشيء عن طريق كتيب؟ نعم، طبعا نحن دائما بنحرص انه هالالبومات لانه تراثنا بالسرياني، وعم نستعمل بس يعني تقريبا التراتيل اللي هي بالسرياني، ما عم ناخذ تراتيل حديثه بالعربي او غيره، عم ناخذ تراثنا القديم اللي بالسرياني ليكون بمتناول المؤمنين تبعنا. دائما بنطلع مع السي دي الترجمه تبعه للانجليزي ليكون انتشار عالمي، وللغه العربيه لاولاد الشرق الاوسط. فبنشتغل على هالترجمات، في اشياء موجوده بترجمات منشوره سابقا نستفيد منها، المش مترجم بنتعاون مع ناس يساعدونا بترجمته للانجليزي. وانا كمان يعني بنقح لمرات المعنى ما بيكون واضح للمترجم الانجليزي او هذا، بساعدهم حتى بترجمه الانجليزي واللغه العربيه. هيك لما ينزل مثلا سي دي على السوشيال ميديا على اليوتيوب او غيره من المحلات، عم نجرب نحط دائما الترجمات مع السي دي. هذا الشيء اليوم بيسهل يمكن للناس كمان تفهم الشيء اللي عم بيترنم. نعم، يعني قطع شفناه قبل شوي على الشاشه، مقطع بتشوفوا كيف انه عم نسمع السرياني وبنقدر نقرا العربي والانجليزي. تمام، انا عن فكره الفيديو كمان بدي ضوي شوي سيدنا. اليوم ممكن نشوف كذا فيديو كليب من ضمن هيدا الالبوم، ممكن نسمعهم بالحان اخرى. طبعا انا شفت في غيره كثير على موضوع اللحن تحديدا بشغل هيدا الالبوم، ولكن ممكن الحان سريانيه ايضا اخرى ممكن نسمعهم بطريقه مختلفه كمان بالمستقبل. هلا بالنسبه لطريقه عملنا، نحن عم نجرب نوثق تراثنا القديم
بنظافه معينه بتقنيه معينه، بعد يمكن قليل اشتغلوا عليها، طب اقول ما انشغل عليها، اكيد في ناس اشتغلوا اشياء كثير حلوه، ولكن عم نجرب نوثق هذا التراث. يمكن غيرنا بغير كنايس بغير جوقات اشتغلوا ووثقوا تراثهم، نحن عم نجرب كمرحله اولى قبل ما نروح الى خلينا نقول الحان جديده، نالف تاليف جديده، اول شيء نوثق بطريقه نظيفه وحلوه اللحن السرياني الموجود، لانه عندنا يعني مئات الالحان السريانيه، حرام نحن نبلش نلحن شيء جديد قبل ما نعرف اصلا شو عندنا. فكمرحله اولى نحن بنعتبر حالنا خدام لهالتراث، بحيث انه نظهر الشيء الموجود للي بده يرجع يشتغل، إذا ربنا أعطانا قوة وطاقة وعمر نرجع نشتغل بمرحلة تانية على أمور جديدة، نكون منطلقين من كنز عنا إياه صرنا نعرفه. فنحن كمرحلة أولى هو تعريف العالم بهذا التراث بالأزمنة الطقسية. يعني هلأ قدامنا بعد مشروعين قبل ما نبلش بأشياء يعني شوي مختلفة، بس أكيد عنا قدامنا الصوم والميلاد، فبدنا تشجيع يعني العالم لهيك أعمال لنقدر نكمل الميلاد. أغراض هو هيدا المشروع. الميلاد المقبل ولا لا لسه محتاجه؟ لا، المشروع بياخد معنا 4 سنين تقريبا ليطلع، يعني بيحتاج من هيدا 3 لـ4 سنين تكون طالع الشغل، ما بين ترجمة النصوص وتحضيرها وتنويطها، شيء شرحه أستاذ عبود، والتسجيل بالاستوديو مع كل الفرقة، يعني بتجي فرقة بتسجل بشكل منفصل، كمانجات، الآلات الوترية، مثلا الناي، القانون، العود لحالهم، الإيقاع لحاله، الكونترباس لحاله، فيه شغل يعني بياخد اشهر بالشغل، يحتاج هيدا الاستوديو التعب. وانا كمان لاحظت يعني، واكيد كمان كل مين سمع الالبوم لاحظ الالات الموسيقيه اللي هيك. بدي اسال استاذ زينو كمان عن موضوع الالات الموسيقيه اللي استخدمتها، كمان شفنا عنايه بانتقاء الالات، اذا ممكن تخبرنا شو الالات اللي اخترتها، كيف تم اختيار الالات، يعني على اي اساس؟ نحن بنعرف اللحن السرياني بحاجه لعنايه وبحاجه لتعب صراحه، فالدور اللي لعبته الالات الموسيقيه كيف تم اختيارهم، اذا ممكن تخبرنا عنه شوي. هلا اختيار الآلات الموسيقية، نحن مجبرين انه نختار الآلات الشرقية. أولا لأنه الموسيقى اللي عم نشتغل فيها هي موسيقى شرقية بالأساس وسريانية. يعني الآلات هي ما يعرف اليوم بسموه التخت الشرقي. التخت الشرقي المؤلف من الناي والعود والقانون والإيقاع الرق اللي معروف بالدف. ومؤخرا عاد دخلت آلة الكمان كمان على التخت الشرقي. بالإضافة لهودي كمان في عنا، لأنه القرار بالموسيقى اللي المعروف بالبيز كمان هو هيدا شيء بيضيف للموسيقى غنى كتير كبير للفرقة لما تكون عم تعزف. كرمال هيك في الكونتر باس كمان موجود بين الآلات. إذا بدك هيدي الآلات هي من الطبيعة. يعني كلها آلات مصنوعة من القصب من الخشب. وهالآلات هيدي قريبة لروحنا الشرقية القديمة العتيقة، خلينا نقول قريبة من الروح، قريبة من روح الإنسان خاصة الشرقي. إذا أضفنا آلات حديثة إلكترونية ما منكون عم نعطي الموسيقى الشرقية حقها. أنا هون بدي اسمحوا لي أشكر أستاذ جهاد عقل اللي عزف، جهاد الأسعد اللي عزف على القانون، أستاذ رائد أبو كامل اللي عزف على آلة الناي، وكمان تحية كبيرة للأستاذ طوني سوايد كمان اللي شاركنا بأول 3 سيديات، أستاذ دافيد أصطفين اللي عزف على آلة الرق، هيدي الآلة البديعة اللي هي لوحدها كآلة إيقاع قادرة أنه تعمل كأنه فرقة إيقاع عم تعزف، لأنه في عندها إمكانيات أنها تعطي كتير أشكال وكتير طرق بالعزف، منها على الصنوج، منها من دون صنوج وكذا. ففيها يعني غنى رغم حجمها الصغير، بس عندها صحيح فيها غنى كتير كبير. كرمال هيك كتخت شرقي آلة الدف لحالها هي كآلة إيقاع بالأساس. بعدين كمان انا ما بعرف اذا شكرنا استاذ طوني سوايد. نعم. اللي شارك معنا باول 3 سيديات، نوجه له تحيه. وفي الالات الكمانجات، منبلش مع استاذ انطوان خليفه والاساتذه بتذكرهم ريمون نصيف، استاذ ريمون نصيف، ناجي عزار، و
استاذ محمد البرفت يعني عم نحاول نتذكرهم هلا بشكل سريع. اغنوا لنا السي دي ونحن بنفتخر بمشاركتهم معنا، اساتذه كبار كثير، والكونتر باس كمان استاذ بسام صالح. وكمان بدي كمان اتذكر واشكر استاذ فادي يعقوب كمان شارك باول سي دي تشمشته. وكمان شكر كمان للاستوديو استاذ ماريو ناكوزي اللي كمان تعب كثير استاذ ماريو، وكان عنده يعني بصمته الخاصه ومساعدته. يعني ما شاء الله الاسماء كثير 100%، حاولنا نذكرهم كلهم هلا تقريبا. هيدي الالات هي الات شرقيه باختصار، وما فينا يعني ندخل الات ونعطي شوي امور يعني يكون في فلسفه غريبه شوي عن الفلسفه السريديه. حاولنا نضل بهالاطار هيدا تماما. يعني اليوم انا كمان بدي اشير لشغله بتمنى كمان هيك تركز عليها حضرتك استاذ عبود، موضوع تجديد الالحان. يعني شفنا انه هو عم بيشتغل هيدا السي دي كمان حتى يرجع يجدد الحان نحن يمكن ما كنا عم نتذكرها، ما كنا عم نسمعها، او ما بننتبه لها، عفوا، او ما بنلاحظها. فقديش مهم اليوم نجدد الالحان الكنسيه، وهل يا ترى هيدي الفكره قادره على استمراريتها بالمستقبل؟ يعني بظل انتشار السوشيال ميديا، ظروف الحياه اليوم مختلفه عن ايام زمان، فهل ممكن تستمر بالمستقبل اذا حافظنا على تجديدها؟ يعني نحن مرات كنا كثير نسال حالنا انه شو هالسر هالالحان هيدي ضاينت حوالي 1500 و1600 سنه لليوم من دون تدوين موسيقي. فالجواب اللي كنا دائما نلاقيه هو هالروح اللي الروح القدس، انا برايي اللي هو موجود بالكنيسه وعم مثل ما عم بيحافظ على كل الكنيسه، عم بيحافظ لنا هلا على هالتراث العريق. يعني اذا من دون تدوين استمرت لهلا، كيف اذا هلا صار في تدوين، صار في تدقيق، صار عن دراسه نظهر هيدي الالحان وهالتراث هيدا. فأنا مني خايف أبدا صراحة، لأنه في عمل فعلا لربنا بالموضوع، والشغل كتير. يعني سيدنا ونحن على طول بنحكي يمكن بيخلص العمر، ونحن مثل ما قلت عن التجديد، يعني هي قديمة بس إنه عم نرجع ندونها ونظهرها عن جديد. يمكن العمر بيخلص وما منخلص شغل بهذه الألحان تماما. يعني كمان بدي اعرف من حضرتكم كمان معكم سيدنا انه كيف ممكن الانسان او اي شخص اللي عم بيحضرنا يحصل على هالسي دي، ان كان بلبنان بالشرق الاوسط او حتى بدول العالم. نعم، بالنسبه للسي دي الجديد هلا صار متوفر على الاي تيونز والامازون. للي بده يشتروا السي دي بالمرحله الاولى، السي دي محطوط يعني لينشرها، لانه بهالسي دي الاخير ما طبعنا نسخ كثير للبيع، صار السيديات قليل تاع بياخذون كسي دي مطبوع وينشرى. سيدي قبل اشتغلنا بهالطريقة، ولكن حاليا بالسيدي الأخير صار الديجيتال مطلوب أكثر. فمشان هيك نحن عم نشدد أنه شجعوا يا محبي هالتراث وهالكنيسة هالعمل وهالسيديات لنقدر نتابع ونستمر للي بعده. فالسيدي حاليا في واحد ياخده على الأمازون وعلى الآي تيونز، سيديات الأبل في واحد يسمعهم على سبوتيفاي، وفي واحد يسمعهم كمان على اليوتيوب التشانل تبع ميرسوت هاي ميوزيكال، موجودين فور فري. يعني احنا عادة أول فترة بنحط السيدي للبيع وبعدين بنحط فور فري. تماما. طبعا أنا بشجع أنه بالفعل أنه نشتريهم لحتى ندعم اليوم، أكيد هذا الشيء بيحتاج لتكاليف مادية كبيرة لحتى أكيد ندعم حضرتكم. بكلمة أخيرة لك أستاذ زينو، في أنا كنت بدي بس أشكر شكر صغير اسمح لنا سيدنا، بما أنه ذكرنا كتار قبل شوي، الكورال. كورال الشباب اللي شارك معنا هن كورال كنيستنا بزحلة، بدي أوجه لهم تحية كتير كبيرة من كل قلبي، هني أخوي عزيزين كتير. الأب جاك حنا هو من ضمن الكورال اللي مرتل بالسي دي، وعنده كمان مشاركات إفرادية بالسيديات السابقة. الأخوة فادي، زينو، جوزيف وطوني زينو، بوجه لهم تحية كتير كبيرة. ومنقول مبروك للجميع
هالاعمال هيدي، وان شاء الله بتسمعوها وبتعيدوا ان شاء الله يا رب. طبعا مبروك لكنيستنا كمان اليوم بهيدا السيدة، اكيد لهالانجاز المهم يلي دائما اعتدنا من نيافه الحبر الجليل مار سيوريوس روجيه اخرس النائب البطريركي للدراسات السريانيه على وجود الدائم بهيدي المشاريع الدائمه. بدي اتشكرك سيدنا لوقتك، شكرا كثير لك. تودي كمان بدي اتشكرك استاذ عبود زينو، حضرتك موسيقي وشماس دائما حاضر بالكنيسه ان كان على الهيكل وايضا بعملك كموسيقي، شكرا لوجودكم معنا. شكرا شكرا.